طيب ننتقل إلى نعم إلى سنة أبي داود، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب اللباس، باب ما جاء في الخز. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عثمان بن محمد الأنماطي البصري، أبو القاسم البصري، قال علماؤنا متكلم فيه فهو ضعيف. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي، أبو محمد الرازي، قال ابن معين لا بأس به، وابن حبان ذكروا فيه الثقات، وابو حاتم الرازي قال كان رجلا صالحا صدوقا. وحول الاسناد وقال: وحدثنا احمد بن عبد الرحمن الرازي المقرئ، قال ابو حاتم صدوق كان صدوقا، وقال العلماء كان مقرئا صدوقا. قال حدثنا ابي عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد، ابو محمد الرازي قال ابن معين لا بأس به، وأيضا كان العلماء يرونه حسن الحديث. علة عثمان، نعم. قال أخبرني أبي عبد الله بن سعد، عبد الله بن سعد بن عثمان، نعم، أيضا ذكر ابن حبان في الثقات. قال عن أبيه سعد، سعد بن عثمان الرازي، نعم، ثقة، ذكر ابن حبان في الثقات أيضا. والحق أن ابن حبان يذكر كثيرا المجاهيل في الثقات. قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ عثمان والإخبار في حديثه. شوفونا الآن، يعني هو رأى رجلا يلبس عمامة سوداء كما تعمم الإسلام بالعمامة السوداء، لكن هو قال عمامة خز سوداء. هو المسألة في مسألة الخز، الخز إما أن يكون حريرا أو هو ثياب، هي ثياب ناعمة كنعومة الحرير، أو قالوا يا ثياب لها دائرتها تكون حرير والأرضية لا تكون كذلك، أو هي ثياب مخلوطة بالحرير، لذلك الإشكال فيها عظيم جدا، هل هي تحرم أو لا تحرم. نعم. قال المصنف رحمه الله، فراجع الحديث، هذا حديث ضعيف. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، أبو محمد الشامي، ذكر ابن حبان في الثقات، وثقة الذهبي، وابن شيبة قال ثقة، ابن أبي عاصم قال ثقة، ثقة ابن قانع قال ثقة. قال حدثنا بشر بن بكر، بشر بن بكر ابن بكر التنيسي، أبو عبد الله البجلي الدمشقي، أبو حاتم الرازي قال ليس به بأس، وقال أبو زرع الرازي ثقة، وقال الدرقني ما علمت إلا خيرا، وأيضا قال العجلي ثقة. قال عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي الشام الدمشقي قال ابن معين ثقة، وأيضا حدث ابن المديني قال هو من فقهاء أهل الشام، لكن الفلاس قال ضعف الحديث له أحاديث مناكير. أحمد بن حنبل قال ليس به بأس، والنسائي قال ثقة، فما قيل فيه لا يعتبر. قال حدثنا عطية بن قيس، نازل جدا الحديث، نزل به جدا الإمام، عطية بن قيس الكلابي قيل الكلاعي، أبو يحيى الشامي، نعم، قال أبو حاتم الرازي صالح الحديث، وذكر ابن حبان في الثقات، فهو معروف في الحديث، نعم. قال سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري، عبد الرحمن بن غنم من التابعين وليس صحابيا، هو الشامي، قال ابن سعد ثقة، قال العجلي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، والدرقني أيضا قال ثقة. قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك رضي الله عنهما، أبو عامر الأشعري صحابي، وأيضا أبو مالك هو أبو مالك الأشعري، هو أيضا من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والله يمين أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير، وذكر كلاما قال يمسح منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قال أبو داود: وعشرون نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز، منهم أنس والبراء بن عازب رضي الله عنه، رضي الله عن الجميع. طيب الباب الأول كلام على ما جاء في الخز، يعني المعنى الخز لبسه حلال أم حرام، يحل لبس الخز أم لا. وقلت الإشكال في هذا الباب هو أنه على له نعومة، فهل هذه النعومة يرتقي بها لأن يكون حريرا أم لا، لا سيما أن البعض قال بل هو مخلوط بالحرير،
فهذه المسألة النظر فيها نظر في مسألة الخز هنا على أساس التحريم أو التحليل. الحرير حرام، وقد وردت الأدلة الكثيرة المتوافقة والمتضافرة على حرمة لبس الحرير للرجال لا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحرير والذهب قرنهما وقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها، فجعلها حلالا على النساء، لكن الحرير على الرجال حرام، وافتراشه حرام، وافتراشه على النساء حرام على الراجح الصحيح. هنا الاقتران بالخز، هل الخز يحرم أم لا؟ الحديث الأول فيه أنه قال رأيت رجلا ببخارة على بغلة بيضاء عليه عمامة أو عمامة خز سوداء. أولا العمامة السوداء ولبس السواد قد بينا قبل ذلك بأنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فاتحا مكة وعلى رأس عمامة على رأس المغفر، فلما نزعه وجدنا العمامة السوداء كانت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وغيره قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يرتدي يلبس العمامة السوداء، وأيضا قد لبس النبي صلى الله عليه وسلم حلة أيضا سوداء أو قميصا أسود، فهذه فيها دلالة على لبس السواد. وإن كان خير الثياب على ما قاله وقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو البياض، قال خير ثيابكم البياض، ومع ذلك فكان يلبس الأسود دلالة على الجواز، لكن هنا قال عمامة خز، فهل الخز حلال أم لا؟ يستدل به بعض العلماء هنا على جواز لبس الخز، وأن الخز حلال وليس بحرام وليس كالحرير، فالاستدلال وجه الدلالة هنا لا يستقيم، وجه الدلالة هنا لا يستقيم أو يستقيم، السؤال لكم، وجه الدلالة هنا لا يستقيم أو يستقيم بقوله رأيت رجلا على بغلة بيضاء عليه عمامة سوداء عليه عمامة خز سوداء فقال كسنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستقيم الاستدلال به على حل الخز أم لا؟ سؤال لكم، يستقيم، لما يستقيم يا نعيم؟ شو باشمهندس الذي يقول لا يستقيم لابد أن يدلل يبين يبرهن، الذي يقول يستقيم يبرهن، نعم سنة فعلية، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا محمود، تأخرت كثيرا وتغيبت كثيرا لذلك ما استقام عندك الاستدلال، هذه حتى لو قلنا سنة تكون سنة تقريرية ليست سنة فعلية. ما كساه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهي على الحل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأعلم أنها من الخز لأنه كسني، قال كسنيها رسول الله، ممتازين. لو أجبتك إذا أتيت بالإجابة، إيش العجيب؟ شوف أنا السرقة، الحق هنا لا يستقيم الاستدلال به، لا يستقيم الاستدلال به، أو قل ليس قاطعا الحق أنه لما قال كسنيها الإخوة بأسرهم الذين أتوا بالإجابات كأنهم تصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه إياه، هو ما قال ألبسنيها، قال كسنيها، وكسنيها هنا وهنا يعني بمعنى يعني تحتمل أنه ألبسه إياها ورآها عليه، وتحتمل أنه أعطاها إياه، والدلالة على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فقلت يا رسول الله أتكسوني هذه وأنت قلت ما قلت فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كسوتكها لتلبسها، فأخذها عمر بن الخطاب فأهداها لأخ له مشرك في مكة. وعلي بن أبي طالب أيضا أعطاه الله جل وعلا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير فلبسها، وجاء النبي فقال فرأيت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ألبسه، فقال ما أعطيتكها لتلبسه، فعلم علي بن أبي طالب فشقها بين نسائه، طبعا بين نسائه يفهم بين زوجاته أو إمائه، قال أعطاها فشق أو بين نسائه وأقارب أخواته خالاته مع زوجاته، قال فشققتها بين نسائي لأنه رأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا التقرير أنه ليس لازما من أن يكسوها له بأن يلبسه إياه أو يقر على لبسها، فإذا الحديث هنا ليس مستقلا، لا يستقيم الاستدلال به استقلالا، قد يستأنس به الاحتمال وارد نعم، لكن لا يستقيم الاستدلال به بحال من الأحوال، لا يستقيم الاستدلال به، لذلك قال كسنيها كأنه أعطاه إياها لعله يبيع فيستفيد، لعله يهديها فيستفيد أجرا، فكما فعل علي بن أبي طالب وفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم جاء التحريم صريحا برواية، والحديث صحيح، لا يكونن من أمتي أقوام
يستحلون، ويستحلون يعني كان حراما، يستحلون كان حراما. قال يستحلون الخز والحرير. في الرواية الأخرى في الصحيحين يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. قال الحرى ما قال الخز، الحرى والزنا، فقال الخز هنا. قال يستحلون الخز والحرير. قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير. واستحلال الخز دلالة أنه كان حراما. إذن هذا محكم والآخر محتمل، والمحتمل لا يقدم على المحمل، على المحكم، فالمحكم يقدم. في قولي يستحلون الخز لو يستقيم الاستدلال على تحريم الخز هنا، ويأتي الكلام على أنه كما قلنا لنعومته كالحرير أو أنه مخلوط بالحرير، فيبقى الأمر فيه ما فيه من الاحتمالات، لأن أبا داود قال أن 20 نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر من 20 نفس كانوا يلبسون الخز، منهم أنس والبراء وغير هؤلاء. هذه تجعلنا نقول إذن الخز حلال فعل الصحابة. منح العلماء عند هذا الباب لهم مناحي كثيرة، منها أولا أنهم يعني منهم من ينظر إلى النص ولا ينظر لغيره، منهم من ينظر للنص والنص الآخر والجمع بينهما، منهم من ينظر إلى النصوص ويرى بأنه لا تعارض ويمكن الجمع أو يمكن التقييد أو يمكن نقول النسخ في هذا الباب. أما النظر السديد في هذا الباب هو أن ما جاء عن النبي نقلا أنه قال يستحلون يعني حرام، ثم ورد عن الرجل الذي لبس العمامة السوداء وهي من خز قال كسنيها الرسول، احتمال ألبسه إياها واحتمال أعطاه وهذا الغالب. وعندنا 20 نفسا لبسوا الخز، فنقول الصحابة الكرام تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجرؤون على فعل المحرم، وهذه إن دلت على جواز لبس الخز. نقول المسألة هنا حتى نجمع بين هذه الأقوال لها نظر من عين دقيقة، ما النظر وما العين الدقيقة؟ قلت العين الدقيقة والنظر ما تكون إلا لمسألة لم شمل الأدلة. أنا أريد نظرا فقهيا رجاء، تكتب بقى فلو كان حلالا ثم حرم. منين حضرتك جيت منين بقى حضرتك؟ من أين أنت؟ طيب تقول يقول كان حلالا ثم حرم هذا يعني ليس بسديد. سلف يقول إن كسانيها تحتمل، ولما لبسها الصحابة دل أنها على اللبس وهو المحرم وهو الحرير. صراحة هذه الإجابة قريبة جدا، على الأقل أمدح في هذه الإجابة فقط النظر الفقهي، وإن كانت ليست الإجابة المتكاملة لكن أمدح فيها النظر الفقهي. نعم ممتاز، ممتازة سلفي، ممتازة سلفي. أبو الوليد يقول ممكن أن تكون بها قدر 4 يعني ممتازة بالوليد، لكن هي جاءت معك أشوف الحق أن يقول أن نقول أنه يمكن من النظر الجمع بأن يقول أن لبس الخز على الكراهة، لأنه ورد التحريم وورد الفعل، والجمع بين أفعال الصحابة وقال الصحابة لأنها حجة أنها تجمع بصرف الحرام إلى بصرف النهي من الحرام إلى الكراهة. قال يستحلون يعني كانت حراما فهنا تكون على الكراهة. هذا وجه جمع عند الأصوليين، هذا نظر فقهي عند الأصوليين، وإن كان الحق وإن كان النظر ليس معمقا. ومنهم من يقول بأن التحريم أحكم والحاضر مقدم على المبيح، وأنه يعتذر للصحابة أنهم لم يبلغوا من الحديث، وهذا وارد، هذا وارد، لكن لن يجمع شمل الأدلة. نحن نقول الحق بلم شمل الأدلة يكون على أننا نقول الجزم بأن الحرير حرام وانتهى الأمر، الجزم بأن الحرير حرام. وأما الخز فله حالتان، الخز الذي هو مخلوط، الخز مخلوط بالحرير، أن الخز الذي خلط بالحرير وكان على النصف أو على ما يقرب من ذلك يكون حراما لأنه نزل من زيت الحرير. وأما الخز الذي لم يتعدى 4 أصابع خلطا بالحرير وفيه نعومة الحرير لا ينزل من زيت الحرير فيكون على الجواز، وهذا الذي نظن بأن الصحابة قد لبسوه، وهذا الذي نظن بأن الصحابة قد لبسوه. يبقى هنا عملنا محرم غير الحلال. نعم فهو هنا هذه النظرة الأصولية، هذه عشان نتكلم بحق، هذه مدرسة ابن تيمية وابن القيم،
في هذا الباب على النظرة الأصولية. وأما مدرسة جماهير الأصوليين من الأشاعرة ينظرون النظرة الأخرى التي بيّنتها في أول الأمر. فيكون تدقيق النظر في هذا الباب أننا نلتفت إلى التحريم وإلى الحل، فنجعل التحريم في موضعه ونجعل الحل في موضعه، وبذلك نكون قد لممنا شمل الأدلة بأسرها. هذا في الكلام على مسألة الخز. وأما مسألة الحيل فمقطوع بتحريمها على الرجال إلا أربعة أصابع كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو في الحديث طبعا أتى بأشياء أخرى، قال يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير. هذه يعني المسخ إلى قردة وخنازير صراحة وردت في أكثر من حديث. المعتزلة وغير المعتزلة لا يؤمنون بمثل هذه الحديث، ويقولون أن المسألة على العقوبة لا على المسخ الحقيقي. والصحيح أنه سيكون المسخ وسيكون الخس في هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يستحلون كانت حراما. قال في لفظ آخر قال ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقير لحاجة يطلب، يأتيهم الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله جل في علاه ويضع العلم عليهم. ويبيتهم يعني يهلكهم الله جل في علاه، ينزل عليهم العذاب ليلا، ينزل عليهم العذاب ليلا. ومسخ من هذه الأمة بالخنازير، مسخ الخنازير والقردة يكون في آخر الزمان من هذه الأمة، وهذه من علامات الساعة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير. قالوا يا رسول الله أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال بلى، ويصومون ويصلون ويحجون. أعوذ بالله، أعوذ بالله. ولذلك قلنا لا، يعني ليس كل من أتى بكثير صلاة وصيام يكون مقبولا، وإن كان مطلوبا، يعني مطلوب كثرة الصلاة والصيام، لكن سبحان الله المسألة دائرة على القلوب. قالوا فما بالهم؟ قال اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. ولا يمرن الرجل على الرجل في حانوته يبيع فيرجع إليه وقد مسخ قردا أو خنزيرا. اللهم احفظنا يا رب. قال أبو هريرة لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان في الأمر فيمسخ أحدهما قردا أو خنزيرا، ولا يمنع الذي نجا منهما مما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه أو يقضي شهوته. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. والسعيد من وعد بغيره. ففي الأمة خسف ومسخ، والأمة يمسخ منها القردة والخنازير، وهذا في آخر الزمان عندما يتفشى الشرك وتتفشى المعصية، فنعوذ بالله من الخزلان. وأما بالنسبة للتحريم أيضا قد ورد في الخز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تركبوا الخز ولا النمار، لا تركبوا الخز ولا النمار. وقلنا إن كان مخلوطا وكان الأكثر الحرير، لأنه ينزل منزلة الحرير. نعم، وهذا التأويل هو الذي يعني يدين الله به. الفوائد المستنبطة: جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وارد عندما أعطاه كساه ففهم منه جواز اللبس. من حسن الخلق الكرم والجود، فجود النبي ظاهر لائح في إهدائه القسم من غير أن يستقسم لأمر جلل. قال والله يمين أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من أمتي. سنن الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير، سنن الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير. من وين هذه الفائدة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبا موسى، تشرفت بك. يمسخ إلى يوم القيامة. هذا شطر الإجابة يا سلفي، جد لتأتي بالأب. يستحلون، نعم أصحاب، ممتاز ممتاز يا أستاذ سعيد، ممتاز. جزيت الجنة، أحسن الله إليك. الصحيح أن الله تعالى قال عن قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. فإذا هذه سنة لا الكونية، حدث في بني إسرائيل مسخ وخسف وقصف، فسيحدث في هذه الأمة كما حدث في الأمة السابقة.
عندما فعلوا ما عندما صنعوا ما صنعوا كان العقاب كالعقاب، كان العقاب كالعقاب. الفائدة الخامسة حرمة المعازف، بل حرمة الدفوف إلا فيما استثنى الشرع. حرمة المعازف والدفوف إلا فيما استثنى الشرع. لو في أسئلة تفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: إذا كان في سنن أبي داود أحاديث ضعيفة فما الهدف من شرحها؟ جزاك الله خيرا، هذا سؤال جيد. بل أولا لابد أن تعقل وأن تفهم وأن تعلم أن مسألة التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. ومسألة التضعيف هنا لم يكن تضعيفا شديدا برواية متروك أو برواية متهم أو برواية كذاب، فالاحتمالية واردة عليه أن يكون صحيحا، الاحتمال أن يكون قد ضبط، يعني ضعف الحديث من أجل وهم الراوي، احتمالية صحة الحديث واردة، فيكون الشرح على احتمالية صحة الحديث، الاحتمال وارد. وأيضا احتمالية وهم الراوي الثقة المتقن واردة وإن كانت ضعيفة لكن واردة، لذلك نحن نشرحها على أساس أن الاحتمالية واردة أن يكون صحيحا إذا كان الضعف ليس شديدا، إذا كان الضعف ليس شديدا. والأمر الآخر أيضا شرح ذلك إن ورد في الباب أحاديث أخرى يعني تسير سيره، فنحن شرحناه لأن في حديث آخر قد ينضم إليه وقد يتقوى هذا الحديث بغيره، أو نقول أن ارتباط شرح الأول مرتبط بالثاني فتظهر فيه فوائد الخفية. يقول: ما حكم الحرير الصناعي علما أنه يصنع من غير مصدر الحرير الطبيعي؟ الحرير الصناعي اللي هو البوليستر كما يقولون فيه بعض النعومة سيندم زيت الخز هنا، والصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز. في السؤال عن الرجل الذي وجد يعني أضحية فقال: هذه أضحيتي، كيف نلزم الرجل بها؟ عينها لا لم ينتوي نذرا، عينها هو عينها أضحية، أنا فاهم عينها أضحية فتعينت. تقول: ما فهمت وجه الإلزام وما الدليل على ذلك؟ قلت لأنه عينها، لما عينها تعينت عليه. إذا يقول: إذا حصل رجل على مال هدية ثم استخدمه في تجارة هل يخرج عليه زكاة عروض التجارة؟ مرة ثانية. إذا حصل رجل على مال هدية ثم استخدمه في تجارة هل يخرج عليه زكاة عروض التجارة؟ نعم، بضوابطه إذا بلغ المال، النصاب، وأيضا حال أي حول. تقول: الأسماء كلها تدل على الحياة والقيومية باللزوم، فما دلالة الحياة والقيومية باللزوم خاصة وأنهما عليهما مدار الأسماء؟ حتى زاد في السؤال مرة ثانية المواضع. إذا حصل الرجل على مال هدية ثم استخدمه في التجارة هل يخرج عليه زكاة عروض التجارة؟ نعم، إذا حصل المال هدية، طيب، وهذا المال امتلكه بالهدية، فإذا امتلكه بعدما امتلكه بالهدية عامل به في عروض التجارة هل عليه زكاة عروض التجارة؟ الصحيح الراجع أنه عليه عروض التجارة، لأن المسألة طبعا هو متفرع على مسألة الإرث، صحيح أنه مخرجه في ذلك أن عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال أي الحول. يقول: المال الزائد عن النصاب خلال الحول يضاف إليه لأنه مجاور له فيأخذ حكمه، لما لا نعتبره من المال المستفاد ويشترك في النصاب ولا يشترك في الحول؟ كلام قوي، هذا كلام شديد، كلام قوي في هذا الباب. طبعا هذه المسألة فيها فارق دقيق، وهو أن هذا المال المستفاد من نفس المال هو من أصل المال، فالصحيح أن بينهما فرق حتى نلحقهما بالحكم، الصحيح أن بينهما فرق حتى نلحقهما في الحكم. أما الأول فهو مال ليس من نفس أصل المال، مال ليس من نفس أصل المال، والثاني من أصل المال، فلما افترق في الحكم. تقول: هل يجوز إخراج الزكاة للأصول إن كانوا غارمين؟ سد دين صح، لو كان الأمر لسد الدين وإن كانوا غارمين حقا فيجوز إخراج الزكاة لهم.
في مسألة السؤال بتاع المال الهدية واستخدامه في التجارة. المال الهدية ماله بقى؟ يقول لكن الهدية ليس فيها معوضة محضة. يقول إيش؟ الهدية ليس فيها معوضة محضة. يعني ليس فيها معوضة محضة؟ هو يقصد المال هدية إيش؟ هدية يساب عليها ولا إيش بالضبط؟ يعني إيه ليس فيه معوضة محضة؟ ما المقصود بذلك؟ طب الأول هات الثاني، هذا هو نفس السائل الأول في الهدية. الهدية ليس فيها معوضة محضة، هذا كلام غير مركب. يعني إيه ليس فيه معوضة محضة؟ هو يقصد بذلك كما قلت لك على أساس أنها إرث، بيتكلم على لو قلنا ورث المال وأدخله في مال التجارة فلا يصح أن يكون لا يأخذ حكم عروض التجارة، كالذي اشترى شيئا للقنية ثم استحالت نيته فبقيت على عروض التجارة. هو الكلام هنا في شرط المال في عروض التجارة أن يتملك المال بالمعاوضة المعاوضة المحضة، لنا أن نقول الحق بأنه قد امتلك، ولما امتلك ثم بعد ذلك تاجر فيه صار الوصف منطبقا عليه في مالية التجارة، صار الوصف منطبقا عليه في مالية التجارة. والفرق بينها وبين مسألة المعاوضة المحضة هو النماء، مسألة النماء هم ينظرون إلى هذا لأنهم يرون بأن أصل الزكاة هي مسألة النماء، يعني المال الذي يحتمل الزكاة هو المال الذي فيه نماء، وتحريك المال المعاوضة المحضة هذه هي التي فيها النماء اللي هو البيع والشراء وغير ذلك يكون فيها النماء. أما الإرث أو الهدية أو الهبة فليس فيه النماء. قلنا لما انتقل إلى التجارة صار مالا ناميا، فلما صار مالا ناميا صحت عنه الزكاة. تقول المال المستفاد لا زكاة عليه، فكيف يزكى لأنه لا يستوفي الشروط من حوالين الحول؟ الآن احنا بنتكلم هذه أصلها في هذه المسألة، إما أن نتكلم على مسألة السخال، وإما أن نتكلم على مسألة المال الذي قد جاء الربح فيه من أصل المال في الحول، في نفس الحول. المال الذي يستفاد من من أصل المال لو كان قد بلغ نصابا ليس به، فهذا المال يشترك في النصاب، إن لم يكن نصابا يشترك في النصاب ولا يشترك في الحول، يعني يجعلون له حولا جديدا كأصل مال، فجعلوه من وجهين. الوجه الأول أنه مع أصل المال في النصاب أخذ حكمه، وفي الحول أعطوه حولا آخر على أساس أيضا مسألة النماء. من قوله الدرس على أساس النماء أيضا. فلو قلنا المال المستفاد ليس عليه، قال ماذا قال؟ المال المستفاد، أما المعاوضة قد بينا ما فيها، انتقل خلاص بقى فيها نماء. هو الآن النظر فيه نظران، النظر الأول بأنه يأخذ أصل حكم أصل المال في علو النصاب، يعني لو لم يبلغ نصابا المال الذي معه لم يبلغ نصابا إلا بما استفيد منه صار نصابا، ولكن عند الحول لا يجعلون له حولا. وهذه المسألة عند العلماء يعني يجعلونها المال غير السخال غير الإبل والبقر. فالحق أنه إذا كان مستفادا من أصل المال أخذ حكمه وزكي عليه، يعني أخذ المجموع وزكى على المجموع. في الراجح في هذا الباب أنه لو كان المال به بلغ نصابا وحال الحول جمع الجميع وأعطى الزكاة، يعني يخرج على جميع المال الذي كان معه والمال المستفاد، المال الذي كان معه والمال المستفاد، فيكون يشترك معه في النصاب وأيضا يكون عليه الزكاة، يعني يحسب حوله الأصيل لا يستجد له حولا. وهذا فارق بينه وبين المال المستجد وليس من أصل المال، حوله يبتدأ وأيضا صورتها صورة المال الذي يملكه ثم يبيعه ثم يغيره. يعني هو لو عنده مال، هذا المال شياه أو إبل، فباعها وجعلها في الثياب عروض التجارة، الحول يتغير هنا. أما لو نتجت الشياه فالحول واحد، وكما قلت يضاف إلى النصاب بها،
فيخرج الزكاة على الجميع. المال الزائد عن النصاب خلال الحول يضاف إليه لأنه مجاول له فيأخذ حكمه، لما لا نعتبره من المال المستفاد ويشترك في النصاب ولا يشترك في الحول؟ يقول لم نفهم هنا هذه المسألة. المال المستفاد من غير أصل المال، المال المستفاد من غير أصل المال، طب هنا المال المستفاد من أين استفيد؟ لازم التفصيل. جاءه مال من عروض تجارة أخرى، يعني هل هي من تجارة أخرى فاستفاد مالا فوق هذا المال أم ماذا؟ من نفس أصل المال وكان مستفادا وقال مجاور، كيف؟ لن لا، إما أن أنت إما أنك لم تضبط أو السائل لم يضبط. تقول المال المستفاد، فين السؤال؟ المال الزائد عن النصاب، المال الزائد عن النصاب خلال الحول. طب خلاص، هو ما نعم هو الزائد، الزائد من نفس المال، من نفس أصل المال، كما قلت الزائد من نفس أصل المال يؤخذ على الجميع بعد حولان الحول ويزكى. هو ماذا يقول؟ هو يقول لما لا نجعله مع النصاب، يعني يشترك معه نصابا، بأن أصل المال لم يبلغ نصاب، نجعل المال الزايد معه نصابا بالمجموع يكون نصابا، لكن الحول يختلف فتكون الزكاة فيه في غير الحول، وهذا مش ليس بصحيح، لأنه متولد منه، فإن كان متولدا منه كان جزءا منه، وإن كان جزءا منه أخذ حكمه وهو الكل، ولأن الجزء يأخذ حكم الكل فيخرج على الجميع، فيخرج على الجميع. يقول الأسماء كلها تدل على الحياة والقيومية باللزوم. نعم هذا صحيح. فما دلالة الحياة والقيومية باللزوم خاصة وأنهما عليهما مدار الأسماء؟ نعم، تفسير ذلك أنا يعني أقول كل صفة أو كل اسم، طبعا لأن كل اسم من أسماء الله الفعلية يتضمن صفة كمال، فدعنا يظهر لنا الشرح بالصفات. فكل صفة تدل على الحياة باللزوم، النزول، المجيء، الإتيان، الضحك، العطاء، المنع، كل الأفعال هذه، الأفعال هذه كلها لا تكون إلا من حي، لا تكون إلا من حي. أيضا السمع، البصر، صفات الفعل، صفات الذات، السمع، البصر، العزة، القوة، القدرة، لا تكون إلا من حي، يعني لا تكون إلا في حي. هذا اللزوم هو الآن، هذا استدعاء اللزوم. أيضا نجري كل هذا على القيومية، العطاء، المنع، الإحياء، الإماتة، الرزق، الإتيان، المجيء، كل هذه لزوم للقيومية، لأن الله تعالى ماذا قال؟ قال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، إحياء، إماتة، إعطاء، منع، أيضا بأفعال الله جل في علاه، لا يمكن أن يكون المجيء والإتيان والنزول وأيضا الضحك إلا من إلا بلزوم القيومية. فيبقى إذن الحي القيوم أو الحياة والقيومية كل الأسماء وكل صفات لازمة لها، لابد أن تدور عليها باللزوم، على أساس أنك لو قلت هو جواد، هو كريم، هو يعطي، هو يمنع، نقول لا يعطي إلا من كان حيا، لا يمنع إلا من كان حيا، لا يرفع إلا من كان حيا، لا يميت إلا من كان حيا، لا يحيي إلا من كان حيا، أيضا رفع، أنزل، ملك، أعطى، منع، لا، هذه لوازم القيومية، هذه لوازم القيومية. ولا يمكن العطاء والمنع وأيضا التمليك ونزع الملك إلا من القيوم، وأيضا السمع والبصر، لأنها أدوات القيومية، أو قل لا يكون يعني رفع، خفض، أحيا، أمات، أعطى، استجاب إلا أن يكون سميعا بصيرا، وهذه أيضا من لوازم القيومية، لأنه تقول أعطاه سؤله سمع له، سمع الله لمن حمده، فلا يكون قد سمع إلا من لا يكون قد أعطى إلا من سمع، والعطاء من لوازم القيومية، إذن يكون باللزوم مسألة السمع وأيضا البصر. فيدل بذلك على أن كل الصفات أو كل الأسماء تدور على الحياة والقيومية باللزوم. نعم. يقول إمامة المرأة لزوجها في الصلاة في البيت لعدم إجادته لقراءة الفاتحة تصح أم لا؟ هذه تصح عند
عند أم النار في أمريكا في 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 أواسط أفريقيا. هو أين صلوا هذا الصلاة؟ في ألمانيا. في ألمانيا، في ألمانيا صلوا، في أمريكا صح كده. لا يجوز إمامة المرأة للرجال، لا تجوز قولا واحدا. وإمامة المرأة للنساء، إمامة المرأة للنساء فيها خلاف معتبر بين العلماء، وإن كان الجمهور يرون أفضلية عدم إمامة المرأة للنساء، أفضلية عدم إمامة المرأة للنساء، فلا يجوز وصلاته باطلة ولا تصح. نعم. تقول: إذا كان المال المستفاد حصل قبل حولان الحول لا يزكى إلا إذا حال عليه الحول الكامل. والصحيح أن قلنا أنه يجمع المال ويزكى عليه جميعا، يعني يضم الأصل ويزكى على الجميع. يقول: ما دلالة الحياة والقيومية باللزوم؟ هل يكون العلم والقدرة مع أنها تتضمنها وداخلة فيها؟ هو الآن حتى ولو قال بذلك، إذن أنت تريد تفهم أصل المسألة، مسألة اللزوم والتضمن، ما كان متضمنا لابد أن يكون مستلزما. إن كان هذا سؤالك حتى أفهم السؤال، ما كان متضمنا لابد أن يكون مستلزما، لك أن تفهمها عن طريق أوسع من ذلك. نقول مسألة التضمن والاستلزام على مسألة الربوبية والتوحيد، صحيح؟ كل ما كان متضمنا الربوبية يستلزم الإلهية، وكل ما كان متضمنا الإلهية يستلزم الربوبية، فالتضمن لابد من الاستلزام. لو قلنا الصلاة أو كل الدعاء، الدعاء هذا إلهية، صحيح؟ إن كان إلهية لابد أن نقول أنه يتضمن الربوبية، يتضمن الربوبية، لأن السائل لا يمكن أن يسأل إلا إذا اعتقد. وأيضا الإلهية نفس الأمر، إذا كانت الربوبية نفس الأمر، إذا كانت على الربوبية فإنها تستلزم الإلهية. لو اعتقد في الله جل في علاه سيستلزم ذلك العبادة. لا يقال اللزوم التضمن، خطأ. لا يقال أن اللزوم هو التضمن. سلفي تدبر ما قلت لك، هناك علاقة بين التضمن واللزوم، افهمها على دائرة السلسلة. التضمن داخل الشيء واللازم خارج الشيء، لكنهما لا ينفصلان، مرتبطان. فأنت تقول خارج الشيء هنا صارت مطابقة للمتضمن الداخل، وهذا خطأ. اللزوم ليس هو التضمن، قلت افهمها على الربوبية الآن، وبعدين اسقطها على نفس الحياة والقيومية. افهمها على الربوبية والإلهية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، فإن كان يستلزمه فالتوحيد الإلهية يتضمن الربوبية هو الآن. فلا يقال بأن اللزوم متضمن، لا، هو الخلط في أنه الربوبية، توحيد الربوبية يستلزم الإلهية. طب توحيد الإلهية قال يتضمن، فجعل اللزوم هنا هو، وليس كذلك. ليس اللزوم هو التضمن، العلاقة بينهما علاقة لا تنفك، ولكن ليست هذه العلاقة علاقة تطابق، فيها انفصال وفيها ارتباط. الانفصال بعدم المطابقة، والارتباط هو جذب الأول للثاني، كدائرة كبيرة تجر دائرة صغيرة، فالدائرة الصغيرة ليست في داخلها ولكنها خارجها، وبينهما سلسلة رابطة. فلذلك نقول لو قلنا التضمن واللزوم هما واحد هتكون بعين واحدة، على أساس أنني أقول أن توحيد الربوبية يستلزم الإلهية. طب الإلهية اعكس، الإلهية يتضمن الربوبية. إذن النتيجة التي تراها الآن أن اللزوم هو التضمن، خطأ، لأنني نظرت بعين الربوبية فكان الاستلزام، فلما نظرت بعين الإلهية كان التضمن، يبقى العين مختلفة، فليس اللزوم هو التضمن. أرجو أن تكون هذه قد ظهرت. ممتاز. هو بيقول العلم يستلزم الحياة والقيومية، ممتاز يا سالف، هذا صحيح، العلم يستلزم
الحياة والقيومية مطابقة، نعم استلزام وليس تضمنا، والحياة والقيومية تتضمن العلم. قال لكن العلم لا يستلزم، لكن الحياة، لكن الحياة لا تستلزم العلم. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. يبقى إذن أصل السؤال في هذا الباب. طيب يعرف، ماشي جيد جيد جيد، العلم يستلزم الحياة والقيومية وهذا صحيح، لأنه لا يكون عالما إلا من كانت فيه الحياة وأيضا كانت فيه القيومية، والحياة والقيومية تتضمن العلم. ممتاز. أولا دع السؤال الأول، أن الحياة لا تستلزم العلم، هذا فيه نظر. لكن السؤال الثاني، إذا الحياة والقيومية ماذا تستلزم؟ الحياة والقيومية تستلزم كل الصفات الاختيارية، الحياة والقيومية تستلزم كل الصفات الاختيارية وتتضمن الصفات الذاتية. الحياة والقيومية تستلزم الصفات الاختيارية، ما دام حيا قيوما إذا هو معطي ومانع ونافع ودار ومحيي ومميت، هذه كلها لوازم القيومية التي ترتبط بمسألة لأنه لا تكون القيومية إلا بالحياة، لا تكون القيومية إلا بالحياة. يبقى ما تستلزمه القيومية تستلزمه الحياة. يبقى الحياة القيومية كما قلنا الصفات الاختيارية بأسرها تستلزمه، يبقى لازم ذلك أن الحياة تستلزم العلم، الحياة تستلزم العلم. لا يمكن وفي أرض الواقع لا يمكن أن نرى حيا يجهل كل شيء مطابقة، يعلم ويجهل لكن يجهل كل شيء لا يمكن أن تريده بحال من الأحوال. يبقى إذن الحياة لابد أن تستلزم العلم. فالسؤال الأول خطأ، قولك الحياة لا تستلزم العلم هذا خطأ. فيبقى إذن الحياة والقيومية كما قلت تستلزم كل الصفات الاختيارية، كل الصفات الاختيارية تستلزم الحياة والقيومية، أو كل القيومية تستلزمها والحياة تستلزم كل الصفات الذاتية. هو حي، ما دام هو حي إذن يسمع، إذن يبصر، وله الصفات الأخرى الذاتية. يبقى إذن الحياة تستلزم كل الصفات الذاتية والقيومية تستلزم كل الصفات الفعلية، والحياة والقيومية تستلزمان الصفات الاختيارية والصفات الذاتية. وإذا السؤال الأول خطأ، الحياة لا تستلزم العلم خطأ، بل تستلزم العلم. لكن الكلام هنا في هذا الباب استلزام الحياة للعلم، التصور الصحيح له أن يكون مطابقا أو غير مطابق فقط، لكن تستلزمه، نعم تستلزمه، تتضمنها أو تستلزمها، الكلام صحيح في هذا الباب. لا لا ما في ما في، هذه مسألة مهمة، ومسائل العقائد عندي هي أهم المسائل. لا 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 هذا لو جلسنا الفجر أفضل ما يكون، لأنها مسائل منضبطة، مسائل عقيدة، مسائل من أهمية بمكان. ما المحير في هذا الباب؟ طب أنا أريد أن أصل بك إلى أمر مهم يا سلفي. الآن التضمن والاستلزام، الثمرة في الفرق بينهما ما هي؟ الثمرة في الفرق بينهما ما هي؟ هذا كلام منطق فقط، هذا كلام رضواني، والله هذا كلام رضواني، هو كلام منطق فقط، احنا نريد نصل للنهاية. الآن أنا أسألك سؤالا مهما ائت به في الإجابة اليسيرة، التضمن والاستلزام الثمرة في الفرق بينهم ما هي؟ هذه بالضبط في الأصول كالشرط والركن، الثمرة في الفرق بينهم ما هي؟ نعم النهاية، الثمرة ما هي؟ النهاية المجملة في هذا الباب، في باب الاعتقاد ما هي؟ النتيجة واحدة، نعم هذا الذي نريده، بس صبرا أنا أريد بس النهاية عند باب الاعتقاد. إذا أشكل باب التضمن والاستلزام ما هي؟ النهاية، الثمرة ما هي؟ يعني ما الذي يفيده عقديا أن أعرف أن هذا في ماهية الشيء أو أنه خارج الشيء كركن وأضوء؟ الثمرة ما هي عقديا؟ ما هي الثمرة؟
صبرا أبا الوليد صبرا صبرا، دعه هو الذي يقول. لا 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 خلي هذا مهم جيد، لأن هو لو مش عارف الثمرة يبقى فيها شيء من التخبط الذي لابد أن ينضبط. هذه مسألة تكون فيها شيء من المناطق يدخلون فيها، فهم هذا الباب تأثيره، التأثير أصلا عقديا ما الثمرة في هذا الباب، هذا غير تلك. طيب وبعدين ما فيها؟ أنا أريد الثمرة العقدية. الثمرة الفقهية سهل جدا أن أبينها. الثمرة الفقهية أنهما سواء، أنهما في الاعتقاد سواء. الثمرة الفقهية سواء، الذي لا يأتي بالركن صلاته باطلة، الذي لا يأتي بالوضوء صلاته باطلة. الثمرة سواء عقديا، انتهى الموضوع. إيش فيه هذا؟ هذا مطابق لهذا الباب، ما لهما للسؤال الذي طرحته أنت. نعم لازم قول الرسول حق، فهو حق، ليس بها ثمة شيء هذا الباب. هذا بفرض أولا بضابط أن نثبت أنه اللازم. إن أثبتنا أنه لازم قول الرسول فهو حق، لأن لازم الحق حق. لكن هذه ستجعل لك أنت مسألة أخرى، أننا نقول أننا هل نأخذ بلازم القول أم لا، ليس على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه منطقة اجتهادية أيضا في هذا الباب. نقول لازم قول الله كذا ولازم قول الرسول كذا، هذا إطباق لازم الحق حق. لكن أنا أقول طرح سؤالك الذي سألته، ما الثمرة العقادية فيها فقط في مسألة الاستلزام والتضمن؟ الثمرة العقادية فيها في هذا الباب. طيب ثمرته ممتاز ممتاز ممتاز، نفس الأمر نفس الأمر، يعني هو حق، تريد تصل إلى ذلك فقط. أنت لو نزلت بعينك إلى الأصول ستجد مثل الركن ومثل الشرط. تعال الآن أفهمك مسألة النية. أنا أسألك، النية ركن أم شرط؟ النية في الصلاة ركن أم شرط؟ لا خطأ، المسألة فيها خلاف منهم. لا هناك من قال بأن النية ركن، لا لا هناك من قال بأن النية ركن، وهناك من قال بأن النية شرط. هذا ليدلك على ما أردت أن أجرك إليه. يبقى عندنا الآن منهم من قال أنها خارج المهية، ومنهم من قال أنها داخل المهية. فمنهم من قال بأنها ركن، ومنهم من قال بأنها شرط. دعك من هذا، أنا أريد أجرك لتفهم هذه المسألة. يبقى معنى ذلك هناك من رآها داخل الشيء، وهناك من رآها خارج الشيء. عندما نرى الخلاف بينهما، هذا قال داخل وهذا قال خارج، قلنا انتظروا في هذا الخلاف اللي بينكم الثمرة ما هي؟ قالوا الثمرة واحدة. ما هي الثمرة الواحدة؟ الصلاة تبطل بغير نية، سواء قلنا شرط أو قلنا ركن، سواء قلنا شرط أو قلنا ركن. هذه التي سألت عنها، فما الثمرة عندك فيما طرحت من السؤال؟ أيضا هذا خارج الذي كتبته أنت الآن بخلاف الاعتقاد التقعيدي الأصلي وهو الثابت وخلاف التطبيق. هذا لابد أن نبينه كما بينا بأنه لا خلاف في الاعتقاد، الاختلاف في التأصيل غير موجود، لكن الاختلاف في التطبيق موجود. ما له مال اللازم التضمن والالتزام، ما له مال التطبيق في هذا الباب. أنت لو تخيلت الشرط والركن هنا في هذا الباب وكانت الثمرة واحدة، ما هي الثمرة الواحدة؟ النتيجة الصلاة باطلة. خلينا نسخة المسألة على الحياة والعلم، سواء قال تضمن أو استلزام، الثمرة إيش؟ الثمرة إيش؟ الثمرة ثبتت لله ولا ما ثبتت؟ الربوبية والإلهية في الحالتين. لو قال بالتضمن أو الاستلزام يثبت هذا ويثبت هذا، وعندما لا يثبته يكون له حكم آخر أم لا؟ هذه الثمرة. لا إله إلا الله، أنت هكذا ما أريد أن دي سفسطة منك، لكن خليني معك للآخر. الآن النتيجة، دعك من هذا، الآن النتيجة بطلت الصلاة ولا ما بطلت؟ فالثمرة واحدة، الثمرة في ذلك واحدة. أنت بهذا تتقعر ولن تصل لما تريد. حتى لو قال لكنه في الاستلزام صارت صفة، في الاستلزام صارت صفة، أما قلت أن لازم الحق حق، هو نعم هو هذا صحيح،
ليس الأمر كذلك، الأمر أنك تتبع قول من يتقعر في هذا الباب، وهو طبعا أطال فيه النفس ابن القيم، والرضواني ذكر هذا الكلام باستطالة. يعني تكون أنت سمعت كثيرا لهذا الباب، لكنه سيشوش عليك في هذا الباب، لأنه لابد أن تعمد إلى ما تريد في مقدمات معينة فتتقنها حتى تجد الثمرة أو تصل إليها.